أهلا بكم في قناة كوكتيل. أثار مقطع فيديو بعنوان فيروس تعدى الكنافة الجدل بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأدى الشبه الكبير للسيدة الأمريكية ظهرت في فيديو وهي تعد حلوة الكنافة بالفنانة فيروز إلى حصد آلاف المشاركات. ونشرت الفيديو ابنة السيدة الأمريكية على قناتها على التيك توك، حيث لم تتوقع أن يحصد المشهد الصغير إلى آلاف الإعجاب.